لو احنا بنتكلم بقى على حالة تانية زي مثلا النيفروتيك سيندروم او الليفر ديزيز او الاسايتس، اللي بيحصل هنا بقى حاجة مختلفة شوية. ان بيحصل هنا ان بيبقى في عندنا المرض نفسه اللي عندنا ده بيحصل نتيجة ليه حاجة اسمها lower protein in blood، يعني البروتين بتاع البلاد بيقل. طبعا البروتين ده واحد من المكونات المهمه جدا 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 اللي ما بتعديش من خلال السيل ممبرين او من خلال الكابيلر ممبرين، فمعنى كده هي واحده من الحاجات اللي بتعمل لي الاوزماتيك بريشر. فمعنى كده رغم ان عندي البريشر بتاعي التوتال ده زي ما هو بالظبط ما حصلوش تغيير، هو نفس الكيرف وهو واحد، الا ان الاوزماتيك بريشر ده اوكي ده اللي اتغير، ده بقى اللون، الحاجه اللي لونها يعني هنا لونها مختلف شويه، هنا لونها احمر هنا كده اوكي. فبدل ما كانت الدرايفنج بريشر بتاعي كان هنا، لا بقى عالي كله بقى بالمنظر ده هنا كده. فمعنى كده نتيجه لكده ان انا عندي لو رسمت الكيرف بتاعي برضو ايه اللي هيحصل في الاكسشينج اللي بين الكابيلاري وبين الاكسترا سيلولار سبيس، هلاقي ان الكيرف بتاعي هنا عالي. فنفس الكلام اللي كنت بقول عليه بالظبط، هلاقي عندي برضو ان في امبالانس بتوين الاوتر فلو والانورد فلو، فنتيجه لكده يحصل لي برضو اكيميليشن للايه؟ للفلويدز في الاكسترا سيلولار سبيس. اوكي؟ فالكلام ده ممكن يحصل من كذا حاجه، يعني كذا مرض ممكن يعمل لي الموضوع ده، ان ممكن يبقى النفروت الموجوده في الكيدنيز تليك بروتينز، او ممكن يبقى في ليفر مال فانكشن بيخلي الـ يعني البروتينز اللي موجوده في الدم ما بتبقاش بالكونسنتريشن الطبيعي بتاعها، او ممكن يحصل حاجه اسمها اسايتس ودي بتعمل بلوكينج للفينز في الليفر، فمعنى كده انها برضو بتسبب برضو ان احنا بنقلل البروتينز اللي في الدم، ودي كلها بكل الكونديشنز دي بنسميها هايبوبروتينيميا.